أهلا بكم. غيب الموت الممثل المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد أن عانى على مدار أشهر قليلة من مرض سرطان الرئة. وهذا المرض الذي يعد ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بسرطان في أمريكا. الفنان هشام سليم ذاع صيته دراميا وسينمائيا في مصر، كيف لا وقد شارك في 40 مسلسلا تقريبا و52 فيلما وغيرها من برامج ومسرحيات ومسلسلات إذاعية. وهو عادل البدري في مسلسل ليالي الحلمية، وحسني النعماني في أرابيسك، وهشام أنيس في الراية البيضاء، والعمدة فتح الله الحسيني في المصراوية، والمحامي بكر في أماكن في القلب، وشمس الدين الناجي في الحرافيش، والصحفي محمود كمال في خيانة.